لين اليوم ونحن ما نخضع الراس. بتسأليني مليون سؤال، بتقوليلي شنو السبب اللي خلاني أسوي كل هذا؟ راح لفلك وقولك والله العظيم ما أدري. أنا شنو ذنبي؟ أنتي هلا بنظري إنسانة ميتة. حادث بسيط وحادث كبير، الحادث حادث. هذه أرواح الناس، ما هي لعبة. الموت. أخاف من الموت. أخوي أكيد ما فيك شيء. متأكدين؟ شفت؟ تعورت. أنا شايفة نفسي نجمة مغرورة؟ قول بعد، طلع اللي بقلبك. يعني أنا حياتي الخاصة شيء وشغلي شيء ثاني، فهمتي؟ ودي أتكلم وياك بعد، أو بالأحرى عندي أسئلة أبغى. لحظة، هذا هو الخبر اللي أنا أتمناه. خالد مو بسك من القراية؟ بعدني يما، ما خلصت. يا يما حرام عليك، ارحم عمرك، عيونك بتتعب. يما انا قاعد اقرا، لازم احضر مشاهد باكر، شغل كذي يما شو اسوي؟ روح ارتاح يما، لا تحاتين، روح نامي. الله يوفقك يا امي. امي ما بغيت شيء قبل لا اركض؟ سلامتك. الله يسلمك، تصبح على خير. وانت من اهله. أنا أسفة،
بس ما قدرت اذكر رقم موبايلي فهذا كرت ابوي. هي ما كانت بتروح. هي ما كانت بتروح. ما قدرت اذكر رقم موبايلي فهذا كرت ابوي. الكرت. سالفتي كل مضيع الكروت بس اخ One week before the UN deadline expired 750,000 coalition troops waited on the battlefield. يلا يا جماعة أنا لازم أروح. لا حرام عليك دكتورة قعدي معانا شوي والله ترى أنا مستانسين. تسلمين يا معمر بس أنا أبغيكم باكر تمرون علي العيادة وخاصة بعمر. أنا؟ هي نعم أنت عندي كلام ضروري لازم أقوله لك. إيه بس أنا باكر عندي تغطية إعلامية مهمة لازم أحضر. ما أعتقد التغطية أهم من ولدك. ها؟ إيه إن شاء الله باكر إن شاء الله أنا ومعمر بنمر على الجريدة أقصد العيادة العيادة إن شاء الله. يلا في مال الله يا جماعة مع السلامة. مع السلامة. إيش بلا هذا صحيح ولا مينونة؟ ليش ما تشوفين إيش قاعد تكلمني جاني رأي لهمها. والله أعتقد يا علي الدكتورة ما قالت شي غلط قالت لك إن ولدك مو بأهم من الشغل ويمكن أسلوبها الدكتورة كذي. آه زينة الثانية فكيني أسلوبها على آخر عمره واحدة مثل هذا بدي تربيني أنا بدي علمني إن ولدي أهم من الشغل. بس غريبة أول ما دشت كانت زينة هادية شو اللي قلبها مرة واحدة ما أدري. كم حبيبي يا قد فضرتك باين ما شاء الله اهتمامك في ولدك. His strategy would call upon the full might of the United States Armed Forces. More and more of the world's most sophisticated aircraft, tanks and weapons. يلا استاذ تفضل ترانا جاهزين. جاهزين؟ اي نعم. زين هاك انا ما راح اجي معاكم. ها هذا المشهد مقطع كله. وليش ما تبي ويانا؟ صدقك انت اخاف من البحر. تخاف من البحر؟ اول مره اشوف خليجي ويخاف من البحر. ها اول مره تشوف خلاص سجلها بكتاب جينيس واستانس. زين المفروض انت اللي يسجلونك في موسوعه جينيس. مارادونا عمي تعال يانا له ساعد. ها ان شاء الله من عيوني عمي تعال ربنا. يلا اتمنى انكم تقرون تقرير المال اللي موجود بين يدكم الحين. بعد اذن الوالد وبكوني المدير التنفيذي بالشركه انا سجلت بعض الملاحظات وراح تكون مزعجة شوي حق البعض بس كونها لصالح العام أنا راح أضطر أقولها من غير أي مجاملة أو تزييف. تفضلي تفضلي يا بنتي لك كامل الصلاحية. الكل فيكم يلاحظ أن أرباح الشركة نزلت بنسبة 5% عن السنة اللي فاتت وطبعا الشركة هذه إذا استمرت على الحال هذا ممكن تسكر وطبعا التقصير اللي صار هذا محدود على بعض الأقسام مو كلها. ممكن نعرف شو هذه الأقسام؟ اي طبعا القسم المالي وتدقيق الحسابات أنا آسفة سهام
انت صديقتي، بس النظام المالي قاعد تمشين عليه هذا نظام مالي قديم، كل الشركات تطورت، وانا حذرتك وقلت لك لازم تطورين هذا النظام، بس انت ما سمعتي كلامي. كنت شوي قسيتي عليها. أدري بها، بس أنا كنت أقصد كل كلمة قلتها، هي ما دارت بالها الشغل. ما عليها بنتي، بس كان ممكن تتكلمين وياها بينك وبينها. لا يبا، أنا تعمدت أقول قدام الكل عشان كل موظف فيهم يحسب حساب الغلط. الله يعطيك العافية بنتي. الله يعافيك يبا، وإذا على سيام لا تحاتي، أنا عارف شلون أخليه تفصل بين الشغل وبين علاقتنا الشخصية. بارك الله فيك، تفضلي. هيدا استقالتي على المكتب، بتمنى انكم توافقوا عليها. سهام، شو الحكي قاعد تقولينه؟ ريم بليز ما تحاولي، انا ماشيه. زين طيب خلينا نتناقش فيه. سمعيني بس، خليني اقول كلامي. كل اللي بدك تقوليه انا سمعته وفهمته كثير منيح. بالاذن. ريم بليز. انت اللي بليز. شو بدك مني هلا؟ ما بدي شيء، بدي انا معك اروح نقعد بكوفي شوب حلو ونتكلم. اوكي. حياكم الله يا جماعه، تفضلوا. الله يحييك يا دكتوره. الله يسلمك. أستاذ علي، أنا أدري أنك أنت مشغول وايد وأنا ما راح أأخرك وراح أدخل طوالي في الموضوع. تفضلي. أعتقد يا أستاذ علي أنت السبب الرئيسي في الحالة اللي وصل لها ولدك. أنا؟ هي نعم أنت، ليش مستغرب؟ أنت من صدقك ولا تغشمرين؟ أنا ما سولف وتغشمر في الشغل. وأنت بالله كيف حكمت علي الحكم الجاسي هذا كذي مرة واحدة؟ أولا أنا أحترم شغلك وقدره، وعرف ان شغلك ماخذ كل تفكيرك واهتمامك. وعلى فكره انا اليوم الصبح سويت بحث ولقيت اسمك موجود من ضمن قائمه الصحفيين المهمين في الاخبار السياسيه، واسمك من الناس او الصحفيين اللي لا يستهان بمكانتهم على مستوى الوطن العربي بعد. لكن للاسف يا اخ علي،
النجاح هذا بدل ما ينعكس بصورة إيجابية على أهلك انعكس بصورة سلبية. أنا أمس في لحظة بس حسيت إن عمر يهم الموضوع أكثر منك، يعني بس لو عطيت لنفسك فرصة وصديت عليه بتشوفه يطالع التلفزيون باهتمام. كنت حزتها بتفهم كلامي عدل. معاك حق يا دكتورة، عمر متعلق في أبوه بشكل مو طبيعي، وحتى اهتمامات عمر صايرة اهتمامات علي بالضبط. لا 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 لا، وأنتوا شكلكم وايد تبالغون. لا يا أستاذ، نحن ما نبالغ. أنت بس تقول لي كم تقضي من وقتك قدام التلفزيون ومتابعة البرامج السياسية؟ يعني مثل أي واحد عادي. لا مو بعادي، أنت أغلب وقتك تقضي في البيت قدام التلفزيون وعمر وياك. وحتى لو ما تقولوا لي وين المشكلة؟ أنا أقول لك وين المشكلة. المشكلة أنك يا أستاذ بتكبر وبترفع من عمر الولد قبل وقته وأنت ما تدري، يعني بتكبره غصبا عن الطبيعة. أنت بتسرق منه عمر الطفولة وبتعطيه أكبر من عمره بوايد. أنت بتدخل في عقله معلومات ومشاهد لو شافها أي إنسان في عمرك راح يكتئب وتصيبه حالات نفسية خطيرة جدا. باختصار يا أستاذ علي، أنت السبب اللي قاعد يسوي يا عمر، وإذا بتستمر على نفس الخطأ فأنت بتشكل خطر على مستقبله. تتعديت حدودك في الكلام يا دكتورة. أي خطر هل تتكلمين عنه؟ أنت الظاهر فاضي ما عنده شيء تتسلم فيه. جاي تتسلم فينا؟ لكنها مقيولة. الطبيب النفسي يبقى من يعالجه. احترم نفسك وتكلم وياي بأدب. أنا متعلم الأدب قبل لا أشوفك. كن في معلومك دكتورة مثلك ما بتي بتقول حق أبو يضحي علشان ولده إنه خطر عليه. طوفي طوفي قدامي يا بتن عند هاي العقرب هذه. قومي طوفي. صدق متخلف، الله يعينك يا عمر. الإنسان العمل الطبيعي بيكون عنده مساحة من الود بالتعامل مع اللي حواليه، وهالشي بغض النظر إذا أنا رفيقتك أو لا. يمكن أسلوبي كان جاف، بس أنا ما أعتبر نفسي غلطانة لما لوم أحد على تقصير معين أو أوجه ملاحظة حق أحد. بس كان فيك تبعتي لي كتاب رسمي بهالشي، مش ضروري لهالبهدله قدام الكل. ما عاش اللي بهدلك حبيبتي، بس انا حبيت الكل يعرف وين الغلط. ما فهمت، يعني قصدك انا اكون كبش المحرقه اللي بدك تهذبي فيه الكل؟ ليك ريم، انا بعترف انه صار في تقصير، بس ما رح اقبل ابدا انه ينحط السيف بوجهي من أول غلطة بغلطة من سنتين. عمي أنا حاس إن ريم ما تبغيني. مش حكاية تقول هذا الكلام؟ لأنها قاعدة تتهرب مني وما تبغي تشوفني، وكل مرة قاعدة تطلع لي أعذار، مرة مشغولة ومرة عندها مشاوير. إيه بس يا ولدي، يمكن البنت مستحية منك؟ مستحية؟ وبالله يا عمي أنا ليه متى بصبر؟ يا عمي أنا أشوف إحنا لازم نحدد موعد الملجأ. أي بس ريم ما تبي الملجأ الحين. قصدك ما تبغي وجودي في حياتها. اسمع يا إبراهيم، اسمعني زين يا ولدي، الموضوع يبي له شوية صبر. أنا الحقيقة ما أقدر أفرض على ريم شيء غصبا عنها. أنت تدري أنا أتعامل ويا عيالي ريم ولا أحمد كل ديمقراطية، وأعطيهم حريتهم في أنهم يختارون. الموضوع يبي له شوية صبر، فأرجوك خلها تأخذ راحتها وتفكر وبترد علينا. زين يا عمي،
وإذا أنا صبرت كل هذه الفترة وآخر شيء رفضتني. الله الحقيقة أنا يوم كلمتها عنك ما رفضتك، بس قالت لي أبوي عطني وقت أفكر. والله أنا يا عمي خايف أن ديمقراطيتك هذه تطلع لي قرون. السلام عليكم. عليكم السلام. شو فيك؟ مو شيء. كله ما شيء؟ خبرين شو فيك؟ مشاكل في الدوام، لا تحاتي انت. محمد تغديت؟ لا وبعدني ميت يوم. حياتي والله. انزين شو تبغيني اسوي لك؟ اطبخ لك ولا اطلب لك دليفري؟ قول. دليفري دليفري خلاص حفظت السبلينج مال دليفري دي اي لي بي ريري. اسمك سوالف يا محمد. انزين امر وتدلل، قول شو تبغي نطبخ لك. والله يعني اذا باخذ من وقتك الثمين وتسوي لي معكرونه اكون لك من الشاكرين. معكرونه؟ يعني مشكلتك في الحياه معكرونه؟ انت تامر امر يا اخوي العزيز. سير غرفتك بوي وذاكر ولا شتت افكارك، والمعكرونه واحلى معكرونه بتوصلت للغرفه. يلا سير. يلا ان شاء الله ساير وما بشتت، بس تري المعكرونه ان شاء الله. والله ما ادري ايش اقول لك الصراحه، اقنعتيني بوجهه نظرك. انا فعلا اسلوبي كان جاف شويه، بس أنا لحين ما أعتبر نفسي غلطانة من حيث المبدأ. يا ريم يا حبيبتي، تعرفي قديش بحبك وقديش بعتبرك مثل أختي، بس مشان تكسب رضا بيك وتثبتي له أنك معبية الكرسي اللي أنت قاعد عليها، لازم تكسب رضا كل اللي حواليك لحتى يعطوك الشغل اللي أنت بدك إياه. تعرفي صدقيني، إذا الإنسان ما حب صاحب العمل أو المسؤول عنه مش ممكن ابدا يخلص له او حتى يعطيه الشغل اللي هو بده اياه. بتعرفي شو احلى شيء فيكي؟ شنو؟ انك مثل الطفله الصغيره. بشنو بالضبط؟ انه يعني ما بيخرب برستيجك اذا بتعترفي انك غلطتي. بس انا لحي ما اعترفت ان انا غلط. ايه علينا، لك شو عم نحكي من الصباح. خلاص خلاص اعترفت وخلصت، الحين من الياهل انا ولا انت؟ الموت، اخاف من الموت. هذه مو بخالتي، هذه الدكتورة. هل بدي حطني في القبر يوم بموت؟ لا 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 لا، انتوا شكلكم وايد تبالغون. لا مو بعادي، انت اغلب وقتك تقضيه في البيت قدام التلفزيون وعمر وياك. وحتى لو ما تقولوا لي وين المشكلة؟ ما أدري يما، خالد صاير غير متغير، ما قام يعاملني مثل قبل. يا حبيبتي يمكن مشغول شوية بشغله ولا نفسيته تعبانة من الشغل. لا يما الموضوع أكبر من كذي. صدقين صاير الأسبوع إذا ما اتصلت عليه واطمنت عليه ما يتصل علي عادي، خليني كذي. طب ايه رأيك نعمل عزومة وتتفاهموا سوا في البيت هنا عندنا؟ قلت له بس قام يتهرب. غريبة يعني. صدقيني يما مرات احس حتى ما له خلق يحط عينه بعيني للدرجة دي. على كده يبقى مش عايزك.
لا يا ماما أتوقع الكلام اللي كان يقوله لي مستحيل يخليه يتخلى عني بهالطريقة. أنا أدري أن خالد يحبني بس الحين صاير له ظرف وما يبي نعرفه. حبيبتي الله يقدم اللي فيه الخير. يمكن حط براسه أنك أنت بتمثلي عشان كده هو قاعد يتهرب منك. يما يعني على أساس أن خالد الحين دكتور وطيار؟ خالد حالة حالنا. بعدين أنا أعرف خالد عدل ما يفكر بهالطريقة. خالد عنده الفن أهم شيء بحياته وبس. أخذ المشروعي. ألو يلا 3-2 أكشن. يلا باي باي. اي واحد فلان المشهد. عليك الرحمن الرحيم. انا ابوك حبيبي عمر ابوك. انا بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ايش بلاك؟ ليش دومك خايف كذي؟ شو اللي مخوفنك؟ بسم الله عليك. بس 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 بسم الله عليك الرحمن الرحيم. بس حبيبي بس بس بسم الله الرحمن الرحيم. يا خوفي تكون الدكتوره وياها حق باللي قالته. انا ظاهر جسيت على هالانسان هاي. ما كان لازم اتصرف فيها كذي. على الأقل كان أعطيتها فرصة تعالج الموضوع. بس حبيبي بس ما كنت أتوقع أنك بتضعف وبتصير بهالنفسية. الإيدة في الماي مو مثل إيدة في النار. أي ماي وأي نار اللي تقول عنه؟ هذا اللي صار قضاء وقدر، وأنت بفعلك هذا استغفر الله أنك تعترض على حكم رب العالمين. إذا بتم تعطيني نصائح وإرشادات ابن البيت أحسن. عفو عليك يا أحمد، زعلت مني؟ أنا سلطان ربيعك وأخوك، ولو ما تهمني مصلحتك جام ما نصحتك. أبغى أدش البحر، شو رأيك تستأجرنا يخت؟ إبراهيم بشحمة ولحمة. وانت شادش مكتبة كذي؟ ميس ميس حريم شوي شوي على البنت بلاج. ميس نعم. انت شاد دخل احد مكتبي بغير ما كنت موجودة؟ اسفة بس الاستاذ زائف كان معه. خلاص روح المكتبة يلا. حاضر. انت شوفيك ليش بهدلتينا كذي قدام البنت؟ انا ما بهدلت احد،
بعد هذا مكتبي وما احب احد يشي وانا مو موجوده. بس انا مو باي حد. ايش قصدك؟ انا ولد خالتك. اي ولد خالتي على عيني وراسي وحبيب القلب بعد. ابراهيم لو سمحت هذا مكان شغل وانا ما اسمح لحد يصير فيه لو سمحت. يعني يعني انت معقوله ما تحبيني؟ انت مجنون ولا صاحي؟ صاحي. والوحيد انك من زمان موافقه على زواجنا. صح. انا ما قلت حق ابوي الجواب بس الحين جاب صار عنده. اللي هو ايش رايك اروح عند ابوي تسمعها مو احسن؟ إذا تبيني أستمر بالشغل هني معك بالشركة أبيك الحين تروح تطرد هذا الاسم إبراهيم من مكتبي وما يجيش مرة ثانية. تعالي تعالي تعالي. لحظة أبوي لحظة. شو السالفة؟ خفتينا بشراع ميدان ما تقولي لي شو السالفة؟ ويا ريت تروح تبلغه وتقول له ريم خلاص بطلت ما تبي تتزوج ولو عنده أمل واحد بالمية خيشيله من مخه. فيها هذه من هالدالي وش سوى هذا؟ باشمهندس اخبارك؟ السلام عليكم. كيف حالك؟ اهلا وسهلا. ها شو الاخبار؟ شو كل شيء تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. وين عيل باشمهندس ابو هاني؟ ابو هاني سافر. ها مرحبا استاذ سيف. اهلا وسهلا. كيفك؟ اهلي انا سلاف المهندس الجديد اللي كلفتنا الشركه اخذ المشروع بدل استاذ ابو هاني. مهندسه سلاف ما شاء الله عليك. وحدة حلوة مثل جدي ويايبينها عاطينا بين هالطابوق وبين هذه البنايات. أهلا وسهلا فيك. زين عيال وين باش مهندس أبو هاني؟ أمو تعبيني فطر ينزل أول امبارح على الأردن. الله يشافيها ويعافيها يا رب. إن شاء الله يا رب. بتحب تشوف وين صرنا بالمخطط؟ أي فضلي. أهلا وسهلا. سلطان امرني خلني بروحي. ليش ضايقتك بشيء؟ لا ابد بس خلني بروحي شوي. احمد اذا فيك شيء خبرني. ارجوك يا سلطان قلت لك خلني بروحي. خلاص زين على راحتك اللي تشوفه. حط بالك تراك وايد قريب من الحافه.